اقدر اخد فكره عن المطالب بتاعتكم اذا كانت مشروعه ولا غير مشروعه. مطالبنا سنه واحده. خليك معايا. انتوا مش جعانين؟ تحبوا تتغدوا ايه؟ اي حاجه الواحد يتقود بيها. اي حاجه ازاي؟ انتوا ناس محترمين. ايه رايكم في شويه كباب وكفته وسلطات تقدم بيهم؟ الله اكبر وحياه ربنا انت راجل بتفهم. اتوكل على الله. اطلب لكل مواطن كيلو كباب، ريش كتير، كفته قليله، السلطه محبشه. في اوروبا والدول المتقدمه بياكلوا مع الكباب طحينه. سياده الوزير، المطلب بتاعنا الاول كباب وكفته. نعم كباب وكفته. ايه كباب وكفته؟ كباب كتير وكفته قليله، خالي الدهن، السلطات قوطه وطحينه وبابا غنوج، والساعه بقى موثقش في حاجه. كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟ خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب. الحلقه هيجيبهم فوق يا فندم. ايوه يا معالي الباشا، الغدا كباب، العشاء سكلوب بانيه، هم يقعدوا فوق مستريحين واحنا مزروقين في الشارع ليل نهار. سعادتك الحصار لازم يكون كامل يا فندم. انا بقول نقطع الميه. طول بالك يا سياده اللواء، الامور ما تتحلش بالشكل ده. انا بقول نجيب لكم علب كنتاكي 3 قطع دلوقتي. انا خالي المسؤوليه، الحكومه مش عايزه اجيب لكم كباب، عايزه اجيب علب كنتاكي. ارجوك اتمسك بموقفك. الكباب يعني الكباب، لو طلعت الحكومه هترسي على فول وطعميه، تبقى مصيبه. لا تتراجع، ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. ارجوكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم، الحكومه كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب نخلي عشكوا بعض. كباب. الله أكبر الله أكبر. معالي الباشا، سعادتك مش هتصلي العصر يا فندم؟ يا سيدي وقت صلاة العصر ممتد لحد المغرب، يمكن ربنا يخلصنا قبل المغرب ونصلي العصر والشكر لله كمان. أصلها ممكن تتفكر تفسير غلط يا فندم. يا فندم هيقولوا سعادة وزير الداخلية كان واقف فوق المبنى وسمع الأذان ومنزلش يصلي. طب يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم ارفع الغمة ونج الأمة. آمين. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الراجل ده يقصد مين بالسفهاء؟ اكيد يقصد الارهابيين يا فندم. هي تمشي. تمشي. We'll be right back.
الكباب والسلطات واللازم منه هيكون عندكم. واخواننا اصحاب محلات الكباب بعت الرجالة بتاعتها عشان توصل الطلب لحد عندكم. هما دولت اللي هيطلعوا لنا الطلبات لحد عندنا؟ دول لو طلعوا لنا هياكلونا. شكلهم كده من بتوع مكافحة الإرهاب. ومش بعيد لو طلبنا ناس تانيين يكونوا مجهزين طقم تاني. سيادة الوزير، احنا عايزين الخدمة تكون 5 نجوم. اللي جابوا لنا كباب مضيفات من سميراميس. خطة بسيطة يا معالي الوزير، وهم منهمكين في أكل الكباب، هنعمل عليهم تمويه عن طريق سلم عربية المطافي، نلخبطهم وندخل احنا من تحت. لا 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 مش بطمن، انا عايز عمليه الاقتحام دي تتم من غير نقطه دم واحده. يا فندم عمليه الاقتحام هتتم من غير نقطه دم واحده. مش مانع نحاول. لما بيكونش وقت صلاة تصلي، ولما يكون وقت صلاة ما تصليش. إلا دم بيده ما بصليش ليه؟ الهجوم كم من غير ولا نقطة دم. عظيم عظيم. مية الأنبوبة، ارمي الأنبوبة. تراجعوا،
تراجعوا. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ هدفع. لا لا لا، ده على حساب الحكومة. حساب الحكومة؟ ها؟ على حساب الحكومة لازم يدفع. جيت بوقتك يا أم جمل. الشاي يا هواني تشكر. الله يخليك، جت وقتها. هاتلنا شوية عسل من البلاصي عشان ناكل بيتي. أنا واحد مزفرة بالهم. تحطي برفان؟ لا، بحط ماء تواليت. ماء تواليت؟ طب تحطي شوية روج؟ لا لا، أنا ما بحطش روج، أصل الأفندي بتاعي بيغيب كتير عن البيت. ما هو علشان كده دايما متغيب، ما بتحطيلوش ولا أحمر ولا أخضر. حطيله وهو يلبدلك في البيت، ما ينزلش خالص. لا انا لا 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 ما اقدرش، لا مش متعوده. حدود عايزين نخلص بقى، وعايز اقول لكم حاجه مهمه، الموضوع هيخلص يعني هيخلص، واحنا لينا مطالب ولازم تتنفس. عايزين الموضوع يخلص يبقوا تنفذوا مطالبنا. نسمع نشوف، وخد بالك للعلم بالشيء ليس إلا